السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرت الحرب بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية 700 عام، قادوا فيها أكثر من 1000 معركة، حتى جاء خالد بن الوليد وقضى على الاثنين في 4 سنوات فقط. انتصر على الفرس في 15 معركة حتى سقطت دولتهم، وأنهى وجود الروم الذي استمر في الشرق مدة 1000 عام بعد انتصاره عليهم في 9 معارك، حتى أن الفرس والروم اتحدوا لمحاربة خالد بن الوليد في معركة الفراد ب 200,000 مقاتل، ومع ذلك انتصر عليهم خالد بن الوليد ب 15,000 مجاهد فقط. لا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والاشتراك في القناة ودعمونا بلايك.